بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام، وأقدم إليكم اليوم تفسير رؤية البنت ذات البشرة السمراء في المنام للفتاة العزباء والمتزوجة والحامل. فإذا رأت الفتاة العزباء البنت ذات البشرة السمراء في المنام، فإن هذا يدل على مدى المعاناة في حياتها ومرورها بالعديد من الأحزان أو الهموم. وإذا كانت البنت ذات البشرة السمراء في المنام قبيحة، فإن هذا يدل على قيامها بالعديد من الأفعال الغير صحيحة في حياتها. وإن كانت تقوم بمصافحة البنت ذات البشرة السمراء في المنام، فإن ذلك يدل على ضرورة التفكير قبل الموافقة على الارتباط من شخص قد يكون غير ملائم لها. وإذا وجدت البنت ذات البشرة السمراء في المنام وكانت تقوم بمطاردتها، فهذا يدل على مرورها بالعديد من المشاكل أو العقبات التي تجعلها تشعر بالإحباط واليأس. وأما بالنسبة للمتزوجة، فإذا وجدت السيدة المتزوجة البنت ذات البشرة السمراء في المنام تبتسم لها، فذلك يدل على زوال كل ما تعاني منه من أزمات أو مشاكل فيما بينها وبين زوجها في القريب العاجل. وإذا كانت البنت ذات البشرة السمراء في المنام تطاردها، فإن هذا يشير إلى نعمة الله لها بالرزق بالذرية الصالحة البارة بها وبوالديها. وإذا كانت البنت ذات البشرة السمراء في المنام طويلة، فإن ذلك يشير إلى التمتع بالصحة الجيدة والعافية والسلامة. وأما بالنسبة للحامل، فتبشر رؤية البنت ذات البشرة السمراء في المنام للسيدة الحامل باقتراب إنجاب طفل ذكر، والله تعالى أعلم. وإذا كانت البنت ذات البشرة السمراء في المنام عابسة، فهذا يشير إلى المرور بالكثير من الخلافات والمشاكل خلال عملية الولادة. وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وشكرا لكم على المتابعة.